مرض أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتد به المرض حتى اقتربت ساعة وفاته، فجاءه النبي مسرعا عنده جالس يريد أن يلقنه الشهادة قبل أن يموت، فلم يكن قد قالها، وكان عنده في المجلس وأبو طالب مستلق على الفراش أبو جهل وبعض المشركين، والنبي عند رأسه يقول له: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وعنده أبو جهل ينظر إلى أبي طالب وهو يحتضر ويقول له: أترغب عن ملة أبيك وأجدادك؟ أترغب عن دينك ودين آبائك وأجدادك؟ والنبي يقول له: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا بأبي طالب ينظر إلى أبي جهل وإلى ابن أخيه، لكنه آثر دين آبائه وأجداده، فقال: أنا على ملة عبد المطلب، وعلى ملة عبد المطلب. وغمض عينيه وخرجت روحه ولم ينطق بلا إله إلا الله. يا الله، كم حزن رسول الله، دمعت عيناه وحزن على الرجل الذي وقف معه سنوات وهو يصد المشركين عنه ويدفع عنه أذى كفار قريش، الآن خرج من الدنيا ولم يستطع أن يهديه للإيمان، فأنزل الرب عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن له ما لم أنه عن هذا. فأخذ يستغفر لعمه أبي طالب حتى أنزل الرب عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي لو كانوا أقرباء لهم، لا يجوز أن يستغفروا لهم، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة. هنا انقطع النبي عن الاستغفار لعمه. سئل بعدها بسنوات: ماذا صنعت شفاعتك لعمك يا رسول الله؟ قال: إنه في ضحضاح، أي في طرف جهنم، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هنا توفي عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستطع حتى أن يهديه للإيمان، فخيم حزن شديد على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.